خلونا بقى نروح لرجل حدوتة كبيرة بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد يعرف الحدوتة بتاعته، الريس علي فاروق. 40 سنة في رحلة كاملة بلا كلل ولا ملل، البحث عن كنوز مصر. شوف الصورة الحلوة دي، الصورة دي تحفة بالمناسبة، يعني الصورة دي لو راحت معرض دولي تاخد جوائز من هنا لحد بعد بكرة في أي معرض هتشارك فيه. رحلة بحث عن كنوز مصر المدفونة في أراضيها. أراضي مصر دي بتطلع كل الكنوز، أهل مصر كنوز واللي مدفون تحت الأرض كنوز. آه والله. وبيشارك في أعمال المدينة الذهبية، وده استعدادا للكشف عن منزل مين بقى؟ المهندس بتاع مقبرة توت عنخ آمون، واللي بدأ المنزل بتاعه يتم ترميمه في البر الغربي. معانا الريس علي فاروق، ريس رؤساء عمال حفائر مدينة الأقصر. ازيك يا ريس علي؟ مساء الخير يا ملك إعلام مصر. يا أخي ربنا يخليك، تقولش كده يا ريس علي، ربنا يحفظك يا رب ويكرمك ويعني ويفرحنا كده بسماع صوتك. ريس علي، احكي لي على 40 سنة. أنا أحكي لك 40 سنة، أحكي لك وأكون مبسوط اليوم معاك، عشان أنا بعمل في القناة الأجانب والأفلام والتلفزيونات الأجنبية، بس النهاردة فخور فخور في العهد الذهبي، العهد المصري بالقيادة السياسية المحترمة، إن الإعلام المصري ابتدى يتكلم مع القصاوي لكي يتحدث على اكتشافات آثار مصر من أول عالم أثري اسمه هولد بيتري حتى وقتنا هذا. صدقني أنا فخور ومبسوط ومبروك عليك الزمان. ربنا يخليك لينا يا ريس علي، والله مباركتك وتهنئتك دي عندي بالدنيا. وبعدين أنا فرحتي حقيقية، لأنه زي ما أقولك كده إن إحنا نتكلم معاك على تلفزيون بلدنا وفي قناة بلدنا، وأنا عارف إنك يا ريس علي يعني طلعت في كم أفلام وثائقية في قنوات وطبع شبكات عالمية من هنا لحد بعد بكرة، لا لحد السنة الجاية. أنا بحب مصر. احكي لي بقى، رحلة 40 سنة بتدور على كنوز مصر وبتعرفنا على تاريخ وحياة أجدادنا. أنا فخور إن أنا مصري، اللي أنا مصري، وإني جدودي اللي هم اللي علمونا الخبرة. وطي التلفزيون يا ريس علي في مجال الحفاير، والنبي توطي التلفزيون بعد إذنك يا ريس علي عشان تسمعنا كويس ونسمعك كويس برضو. ما أخذ لبال حضرتك. أيوه. وإن الخبرة دي مش من دلوقت ولا من سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، دي من أول عالم أثري اسمه هولد بيتري كان جدي رئيس معاه، وأنشأت رحلة آلة سليك وآلة قلعة قف في الحفائر في جميع أنحاء الجمهورية، ويعلمون علماء الآثار كلهم سواء مصريين ولا أجانب إيه معنى قلعة قف. قلعة قف أو قلعة الشامخة اللي طلعت أجيال منهم ايه؟ مش منهم بس خبراء وفي الحفائر واكتشفوا اثار مصر، لا، منهم قيادات سياسيه، منهم الشاعر امل دنقل طبعا اللي هو خلى فينا الامان، الحلاوه، اللي كل واحد يحب عمله وكل واحد ينتج هيحصد. فاهم شيء ان كل واحد يعامل ضميره في عمله. وأنا في مقولة بقولها للعمال حتى في لقاءات التلفزيوني، العمل بضمير نتيجته النجاح. صح. الحفاير دي يا يوسف دي حدوتة، وأنا فخور ولك مان زي ما بيقولوا، اللي أنا بشتغل صح في التراب في الشمس، نزل 10 متر 20 متر 30 متر في المقاطع شق وشاق. بس لا يا مصريين، لما اشتغل 20 يوم ولا 50 يوم ولا 30 يوم ولا 10 ايام واكتشف كنز من كنوز جدود من الفراعنه، ونكتشف احنا آلة قف
اول ناس بيكتشفوا الاثار، لانهم اتعلمنا الحفائر واثار الحفائر والترميم والاساله، وكل جزء فينا مخصص بجزء. جزء كما تعلمون ان عندك في ميدان التحرير في القاهره، انا اخوي الرئيس محمود فاروق اللي عمل ميدان التحرير هو ورجالته. ده عيله كلها، ده عيله كلها تفرح. هي عيله بتحب مصر، عيله صحيح بتحب العمل بضمير نتيجه النجاح، عيله مصريه بنحب ان يكون مصري مصري، وافتخر بيه ان هو يكون دكتور في الاثار، يتعلم اللغه الفرعونيه والانجليزيه ويبقى دكتور. ليه؟ ليه لا؟ انا 40 سنه بحثات اجنبيه ويقولوا الدكتور فلان، وخلي بالك الدكاتره دكاتره الجامعه في جميع البلاد الاوروبيه والامريكيه يكون عندنا في حضرتك كلهم دول جم طلبه مع بعض البعثات الاجنبيه وتعلموا من تحت ايدينا، بس ما ينكروش مهما ياكل وياكل. مدير جامعه يجي يقول لي ما انساش الفضل اللي انت علمتني، ويقول لاي حد لو انت عاوز تتعلم روح اتعلم مع علي في الحفاية في الاقصر، ومش انا بس، بالعيله كلها في موجود في سقارة والهرم واسوان وكل البلاد. فانا كل الكنوز اللي انا مارست فيها واكتشفتها من قلب خالص بهديها لمصر وشعب مصر والقياده السياسيه الموجوده محترمه. والله يا ريس علي الواحد ما عارف يقول لك ايه، يعني الكلام اللي بتقوله ده والله والله حقيقي، يعني ده المفروض يتقال في اكبر وارقى جامعات واكاديميات في الدنيا، يعلم الناس حب بلدهم ويعلم الناس وطنيتهم ويعلم الناس فخرهم بحضارتهم وبوطنهم وبكل حباي التراب في بلدنا. نورتنا وشرفتنا يا ريس علي، ونشوفك قريب على خير. انا هيبقى لي سعاده وشرف لما نتقابل. ريس علي فاروق رئيس عمال حفاير مدينه الاقصر، احد اولئك المصريين اللي بيطلعونا الذهب من تحت التراب، الذهب اللي هو اغلى من الذهب، تراثك وحضارتك وثقافتك اللي أغلى من أطنان من الذهب.